السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون الجميع بخير يا رب. النهارده بقى هنتكلم مع بعض عن حشره بنلاقيها في العشوش. الحشره دي هنشوفها هل هي مهمه ولا مش مهمه، هتضر لي الطيور بتاعتي ولا لا، بتيجي منين الحشره دي، وايه الفرق ما بينها وما بين حشره الحبوب. وهنتكلم برضو مع بعض دي هتفيد طيورنا بايه اذا كانت هتفيدهم، وضررها في ايه اذا كان ليها ضرر. ان شاء الله يكون فيديو جميل كده تقدروا تستفيدوا منه، وان شاء الله يعني اقدر اوصل لحضراتكم المعلومة كده ببساطة. ان شاء الله زي ما انا قلت كده هنتكلم عن حشرة. الحشرة دي بتبقى هي حشرة الخنفسة كده، هتظهر صورتها كمان شوية في الفيديو. الحشرة دي انا شايفاها مهمة جدا وجودها، او اللي بيلاقيها يعتبر محظوظ ان هو لقاها في العشوش بتاعته. ليه الحشرة دي مهمة والخنفسة دي مهمة؟ الخنفسة الصغنونة دي اللي انتوا هتشوفوها في الصور كمان شوية دي، وجودها في العشوش، هي دايما بتبقى موجودة في العشوش، يعني مش هنلاقيها في أرضية مكان التربية ولا هنلاقيها في الحبوب، لأن لها فرق شاسع ما بينها في الشكل وفي الخاصية عن خنفسة الحبوب أو حشرات الحبوب. حشرات الحبوب ممكن نلاقي فيها مثلا سوسة الحبوب، ممكن نلاقي فيه خنافس برضو للحبوب، ولكن دول الخاصين بالحبوب، عشان بس ما يختلطش عليكم الأمر ما بينها وما بين حشرات الحبوب أو خنافس الحبوب. الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن حشرات الحبوب كنا بنتكلم فيه عن الخنفسة او حشرة الحبوب الخاصة بالحبوب، بيبقى شكلها مختلف يعني جدا ما بينها وما بين دي. في ايه؟ الخنافس الحبوب دايما بيبقى يعني اقول لكم الفم بتاعها بيبقى له حاجة جزء زي المنشار كده او الشنيور، لو احنا قلنا على اساس ان يقدر يثقب اللي هو الحباية بتاعت الحبوب، سواء ذرة أو غلة أو فول أو أي نوع من الحبوب، فلها خاصية وشكل معين مختلف خالص عن الشكل الخنفسة اللي احنا بنتكلم عن العشوش. ده شكل خنفسة العشوش اللي انا بقول لحضراتكم عليها. بصوا شكلها مختلف خالص، تمام؟ يعني حتى حجما بتبقى أعرض شوية، بتبقى محملة شوية عن السوس اللي موجود مثلا في الحبوب أو الخنفسة اللي ممكن تظهر عند الحبوب. يعني الحبوب دي جالها الحشرات دي من الرطوبة وما شابه يعني، تمام؟ ويعني ان تخزينها ما كانش صح، ولكن السوسة دي لما بتظهر عندنا في العشوش، وبترجع دي بقى لأهميتها، ان السوسة دي ما بتبقى موجودة في العشوش يعني بتتغذى اساسي غذائها على فضلات الطيور، بتتغذى على الحشرات الضارة للطيور، ودي بقى سبحانك يا ربي لما دي بتقضي على الفاش، ودي ترجع اهميتها لكده. عشان كده دايما نقول اللي بيلاقيها عنده في العش بس بطريقة معتدلة، يعني واحدة ولا اتنين، ما يموتهاش. ليه؟ لان دي لا قدر الله لو العش صابه مثلا فاش في اوله ولا حاجة، فدي هتنهيلي عليه. تاني حاجة برضو ان هي ممكن بتنهي على فضلات الرفيعة اللي جوه العشوش. تالت حاجة احيانا، وبرضو دي انا ما بلاقيهاش حلوة بس بتحصل، ان احنا في بعض لا قدر الله من الطيور الزغاليل الصغيرة قوي دي ممكن تموت، وانا ما باخدش بالي مثلا منها، سبتها في العش يوم ما اخدتش بالي، ولو ان دي طبعا احنا ما بنحبهاش، ودايما بنقول المتابعة الجيدة للعشوش، او لازم نتابع العشوش يوميا، فمش هستنى ان انا يموت لا قدر الله عندي زغلول ولا حاجة علشان تطلع حشرة زي دي تبتدي تتغذى عليه، بس هي مهمتها ان هي بتتغذى عليه قبل ما بيتحلل، تمام؟ عشان ما يسببش ميكروبات وحاجات مش كويسة داخل البيوضة. فاذا معنى كده ان الحشرة دي مهمة جدا في العش. برضو دي بتيجي برضو من ايه؟ بتيجي ان الحشرة دي غذائها من الخشب الى حد ما، غير سوسة الخشب يا جماعة، انا بفرق هما بين اكتر من سوسة، تمام؟ او خنفسة، دي خنفسة مش سوسة، السوس التاني ده سوس خشب، ولكن دي بقى كمان بتتغذى على الخشب بس بنسبة صغيرة قوي، عشان كده يبقى احنا بتتغذى عندنا على نسبة صغيرة من الخشب، صغيرة جدا ضئيلة، لان الخشب فيه مواد عضوية او مادة عضوية فممكن تستفيد منها، بتتغذى على فضلات الطيور اللي طالعه من الطيور، بتتغذى على الفاش وبعض الحشرات، يعني ممكن تتغذى على النمل لا قدر الله لو كان في نمل في العشوش،
بتتغذى على قلت مخلفات الحيوان، بتتغذى برضو مخلفات الطيور، بتتغذى برضو على الطيور النافقة اللي هي اللي ماتت يعني جوه العشوش. فمعنى كده ان احنا لما نلاقي السوسة دي في العش ما نحاولش ان احنا نموتها، لا يعني نسيبها كده مع نفسها جوه العش، مش هتأذي لي الطيور اللي عندي دي خالص، وهم اصلا طيور مش بياكلوها فما فيش منها ضرر. ولكن انا برضو بنبه حضراتكم لحاجة، مش معنى ان انا بقول ان هي صديقة لنا او ان احنا نحب وجودها في العشوش بتاعتنا ان احنا نسيبها بقى تتكاثر وتبقى الدنيا بايظة جوه، لا، احنا تنظيف العشوش شيء اساسي جدا، تعفير العشوش شيء اساسي. دي على فكرة ممكن تلاقوها جوه العش تحت النشارة، ممكن تلاقوها في قاعدة كنة كده في زاوية من الزوايا بتاعة العش، وممكن نلاقيها تحت الدرج الخاص بالعش، أحيانا ممكن نلاقيها في الدرج القفص نفسه، الدرج اللي هو بتنزل عليه يعني الإخراج بتاع الطيور، ممكن نلاقي الحشرة دي أو السوسة دي موجودة. ولكن هي بنسبة 90% أو 99% ما بتسيبش العشوش، فممكن ألاقيها يا تحت الدرج يا إما جوه في البياضة نفسها. زي ما أنا بقول لحضراتكم كده، هي وجودها ملهوش ضرر. في بعض الناس بتقول لك لا أنا لازم أموتها لأن دي ممكن تأذيني طيوري، لا والله ما بتأذيش ولا بتعمل أي حاجة، وما ما بت حتى ما بتسببش فزع للطيور، لان هم كمان يعني انا اعتقد كده ان الطيور بتاعتنا بتحس بالحاجه اللي هتنفعها والحاجه اللي هتضرها. يعني لو في نمل في لا قدر الله في البياضه، هتلاقي الطيور دي بتصرخ وبتصوت وبتعمل اصوات كتيره جدا على ان في اي حاجه عندها مش صح، لكن عمري ما لقيت ان هم اتفزعوا من السوسه دي جوه البياضه. وزي ما انا بقول لحضراتكم كده ان احنا مش هنسيبها ان هي يعني تتوالد وتتكاثر على اساس ان هي نافعه، لا والله يعني ما ينفعش خالص. احنا دايما بننظف العشوش، دايما بنعفر العشوش، دايما بنخلي بالنا واحنا بنحط النشاره. برضو عايزه انبه كل حاجه، احنا لما بنجيب النشاره من مكان اللي هو الورش لازم يا جماعه برضو نبص في النشاره. انا مش معقول ان انا اكون جايب كيس نشاره واخد اكبش بايدي واحط في العش وانا مش شايف فيه ايه، ما هو ممكن يكون فيه نمل، ممكن يكون فيه سوس، ممكن لا قدر الله يكون فيه صراصير، عدوى صراصير صغيره، كل ده احنا ما ناخدش بالنا منه. ممكن يكون فيه عقب سجاير، اي حاجه، مسمار، اي حاجه من دي. انا لاحظت يعني عندي صديقه ليا قالت لي ان هي حطت قبل كده النشاره ولقت فيها عقب سجاره وما خدتش بالها وكانت ضاره جدا للطيور. وقبل كده كان صديق برضه لينا واتكلم في موضوع مسمار لقافل النشاره، فخدوا بالكم من الموضوع ده. وانتوا بتجيبوا النشاره افردوها على مثلا على الارضيه نظيفه وعفروها بالبودره زي ما احنا متفقين في تعفير العشوش، عفروا كمان النشاره وفرفروها كده، الحاجات اللي مش كويسه فيها هتنزل على الارضيه، وبعدين لموها تاني وفي كيس اقفلوه قفله كويسه، وكمان كده يبقى زي الفل ودان كده، انتوا في امان بالنسبه للنشاره. هتيجوا بقى بعد كده تفرشوا العش بالنشاره، مش هيبقى عندكم اي مشاكل خالص. ليه؟ لان هي متعفره، احنا عارفين ان هي نظيفه، ما فيهاش اي حشره، ما فيهاش اي نمل، ما فيهاش اي سوس، ما فيهاش اي حاجه خالص. لكن فكره ان انا اجيبها من الورشه واحطها كده على طول للطيور بتاعتي، اكيد ده مش شيء مش كويس ومش ظريف يعني ان احنا نعمل الحكايه دي. فزي ما انا قلت كده، هنفرش البياضه بيها، هتبقى امان قوي بالنسبه لنا، حتى بقى يعني لو ظهرت الحشره دي مش هتبقى بقى مشكله بالنسبه لنا خالص. مشكله المشاكل ان احنا نسيب العشوش مش نظيفه، العشوش ما مش شايفين فيها ايه، بتبايظ على فكره، ممكن يجيب لنا براس برص، ممكن يعني طيور نافقه ميته، الحاجات الصغنونه دي اللي هي زي مثلا الزبره الفروخ بتاعتها ما بتتشافش، فدايما لازم نتحسسها بإيدنا. لان برضو ممكن على فكرة برضو الى حد ما ممكن تظهر السوسة دي في عشوش الزبرة، ولكن بنسبة قليلة قوي. فقصدي اقول لكم ايه، ان احنا دايما لما بنشوف العشوش بنبص عليها على حسب حجم الطائر اللي عندي. انا عيني ممكن تجيب مثلا الفرخ الكوكاتيل مثلا، لكن عيني مش هتجيب قوي الزبرة او الكناري، يمكن الكناري اكبر شويه، لكن الزبره مش هشوفها. فلو حاجه ماتت فيها وانا ما خدتش بالي طبعا دي مشكله كبيره، لان هجيب لي حشرات الدنيا في حالها.
تمام. برضو لازم عيني تشوف في نمل لا قدر الله بقى، يعني الحاجة اللي مش حلوة أبدا، في دود لا قدر الله، يعني أنا مش عارفة عش يوصل معانا لدود يبقى احنا كده مش تمام. فتنظيف العش شيء أساسي، وأنا بنظف لقيتها تمام هسيبها في حالها مع نفسها، هي عارفة شغلها إيه. وعلى فكرة في يعني حيوانات تانية برضو بتتغذى على نفس الحاجة، يعني برضو مخلفات الطيور وطحالب وكده. في سمك معين يعني يعني بمناسبة الحديث، في نوع من الأسماك في الأسماك الزين بيمسح اللي هي الزجاج، بيمسحه بياكل الطحالب اللي عليه، وبيجي على الأرضية كلها الرمل أو الصخور اللي احنا حاطينها جوه حوض السمك، بيتغذى على الحاجات دي كلها. فدي زيه وزيها بالظبط، مفيش منه ضرر، ممكن يتعايش مع الطيور مفيش اي مشاكل، ويتعايش مع اللي في العيش مفيش مشكله. اهم حاجه وبعدها الرابع او خامس مره معلش سامحوني ما نزودهاش، ما نقولش ما احنا هتطلع لنا حشره هتنضف لنا الدنيا، لا لا هي مش كده خالص، هي ممكن تموت كمان بسبب لو قدر الله في حاجات مش كويسه وخلاص تعفنت بقى وبقينا يعني في مشكله وحشه جدا. يعني ان شاء الله كده اكون قدرت اوصل لحضراتكم الفكره، وما اكونش طولت على حضراتكم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. نسيت اقول لكم التعليقات مفتوحه، اللي عايز اي سؤال عايز يسال عن اي حاجه انا تحت امركم، الكومنتات مفتوحه وانا برد عليها على طول. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش اتمنى انه يشترك في القناه، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.